هي كلمة لا في حد ذاتها كلمة غلط، كلمة وحشة. يعني دايما الأمهات والأبهات مش بيحبوا يسمعوا كلمة لا من ولادهم، بيحبوا دايما الطاعة من ولادهم. فهل ده أصلا غلط؟ إحنا كأمهات وأبهات غلط إن إحنا يعني نمنع أولادنا من إن هم يقولوا لا، وإن هم يعبروا عن رأيهم، إن هم يقولوا لا أنا مش حابب أعمل ده؟ يعني نتعامل برضو مع حاجة زي كده إزاي؟ طب عايز اقول لك، لا دي ليها حاجتين، مرض اشباع الرغبات، مرض نوم. مفيش في ناس ما بتقولش لا اصلا في البيت، التدليل الزايد، فبيطلع شخصيه اتكاليه ان اي حاجه تحت امرك حاضر، مفيش لا اصلا. هو بقى ابني بساعتها ممكن يتحول بقى يقول لا، عشان انا عرفت ازاي طريقه ابتزاز بابا وماما. طب الناحيه الثانيه ابني بيقول لا ليه؟ عشان انا ممكن اكون انا دايما، ما هو بيقلدني لا هو كده وخلاص لما تكبر، فعاملها نوع من انواع النشوز الدفاعي، يعملها نشوز دفاعي انا بعندك عشان انت كبابا وماما بتعملوها معايا، او كنوع من انواع لفت الانتباه. يعني في بعض الاطفال اللي بيجي لهم نبض غضب هما بيعملوها نوع من انواع لفت الانتباه. مؤخرا بعض الاطفال ممكن يعملوا اللي عندهم فرط حركه، مادام مش عاملين في مدرسه نفس الاسلوب اللي هو هايبر اكتف في مدرسه وفي البيت والحاجات دي كلها، فممكن يبدا يعملها في مكان واحد اللي هو البيت اللي هو منطقه امانه، عشان بس يلفت انتباههم، عشان يهتموا بيه. يعني احنا اتكلمنا فعلا في موضوع نوبات الغضب، وان هي بتكون فيها جزء كبير من لفت الانتباه.